إسلام؟ إسلامك هنا؟ Oui. نبدأ؟ OK. Alors, salam alaikum. Marhaba bikum l'équipe. J'espère que vous allez bien et vos familles aussi vont bien. حبيت نعتذر على الخلل اللي صرنا البارح. الحمد لله رانا اعتذرنا. Alors, notre série se poursuit et arrive aujourd'hui avec un thème très intéressant et avec un conférencier un peu spécial. Le thème, c'est le rôle du vétérinaire. Le conférencier, c'est Dr. Rizkou Islam Habiballah, qui m'a dit Islam Mannaoufina. Marhaba bik Islam. بيك يا عيشك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للنادي العلمي أكتيفات على الاستضافة وعلى هذه المبادرة الطيبة. يعطيكم الصحة فريمون، يعطيكم الصحة. مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. كما قلتي إسلام ومنكم وفيكم، جيتي ممبر أكتيفات دوبوي تروازيام أني، وان شاء الله جوج سريع افي كما يقولها عمار كما يقولها عمار اكتيفات ان جو اكتيفات توجور. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ربي يرحم موتانا ويشافي مرضانا وربي يرفع عنا الوباء هذا والبلاء يا رب. حبيت فقط انا من خلال هذا المشاركه اعطاء اني دي جينيرال، نحن نهضر على بليس بصفة عامة، نسلط الضوء على واحد الدور تاع الطبيب البيطري. الهدف من المداخلة هذه، مانيش حاب نسميها محاضرة، هو رفع اللبس عن الحكاية تاع كونترول دو كاليتي ولا كونترولور دو كاليتي. قبل ما نبدا نتفاهموا برك على بعض النقاط. حاجة الأولى، وما عنديش إكسبيريونس في الزوم هذا، يسمى سامحوني، العارضة التقنية أكتيفات تبعوني مليح وتهلاو فيا، داكور؟ بون، أنا جي بوزوان دان كليما انتراكتيف، لازم جو تفاعلي، كأنكم حاطين باللي راح ندير أن كور ولا كونفيرونس، نو، دوكا نحبس. D'accord. Haja khlam. Les diapositives sont rédigées en français, mais là, je vais m'arabiser ou je vais vous arabiser. Parce que tu fais un mot. Les meilleurs, ou les meilleurs, les arabiens, les meilleurs, 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 les meilleurs. كي تكون حاجة نجاوبوها ليك اسمها سهلة، كي تكون حاجة تحتاج تفصيل ديتاي نحطوها في الفريغو، ديروا لنا فريغو. تعرفوا الحكاية نتاع الفريغو يا أخي، ملي كنا نديروا لي رينيو نقول لكم ديروا ورقة، الحوايج اللي ما نقدروش نهضروهم دركا نخلوهم من بعد. أوكي؟ أوكي. أون كومونس؟ داكور. بسم الله. فيتو يتيل كونترول دو كاليتي، نجاوب درك على السؤال هذا وي مباشرة، بصح كيفاه؟ كي تسمع فيتيرينار تروح مباشرة لزانيمو، تروح مباشرة لباثولوجي انيمو، تروح بروسيلوز تيبركيلوز بابيزيوز، تروح لاكلينيك، تروح هذه هي لا بروميير امبريسيون اللي تجيك تسمع فيتيرينار. صح، بس هل يقتصر دور الطبيب البيطري غير على معالجة الحيوانات؟ نو. الفيترينار هو براتيسيان بلوريديسبلينار، باش نتفاهموا هذه ديجا كاع على بالنا بها، باللي الفيترينار هو متعدد التخصصات. مش راح نهضر على لا بلوريديسبلينارتي بار ديفينيسيون، بصح تكون فيترينار في الكابيني، في لاباتوار، في دياسا، في لي بوست فرونتيير، وين راح تكون؟ كون حط في بالك باللي راك بلوري ديسبلينير، ماشي شرط معناها اكيد تخرج سوا تروح كونترول دو كاليتي، سوا تروح تفتح كابيني، سوا تفتح تدخل كونكور باش انايا تكمل في لونسانيومون سوبيريور، كيف كيف تبقى بلوري ديسبلينير، باسكو حاجه متعلقه بينا. نبداو ان شاء الله.
الحاجة الأولى اللي نهضروا عليها هي فيلغاريزاسيون. فيلغاريزاسيون راح نعطي واحد لي نوسيون باه نتفاهمو باه نعرفو وين رانا رايحين. بالك شحال من واحد ما عندوش فكرة واضحة على واش راح نقدم، ولا بالك كون ندخل مباشرة في كياشس وكونترول دو كاليتي، كاين شحال من واحد تما يتلاقى بمصطلحات مفاهيم ما يعرفهمش. ما لا خيرت ندير انا فولغاريزاسيون باه نسهل الامور. دوزيامون كونترول دو كاليتي، رولاسيون فيتيرينير اي كونترول دو كاليتي، انيسياسيون او ترافاي دو فيتيرينير اون تونك ان كونترولور. هذه هي اللي راح تدينا وقت كبير ولا راح حاب نركز عليها. معليش هي كما يقول لك غيض من فيض، الا كتب ربي نزيدو ان شاء الله نديرو سيونس واحده اخرى باش نزيدو نفصلو في لو ترافاي دان فيترينير كوم كونترول دو كاليتي. ريسيبسيون دي شارجمون اي ستوكاج دي دوني اليمونتير دو لوجين انيمال. في الاخر ديال نبداو بالفيلغاريزاسيون. ايزو، واش تعرفوا على الايزو؟ كاين واحد المصطلحات يا جماعه لازم تنقرض، على بالكم كاين واحد المصطلحات لازم تنقرض. سوسن ولا الهام اللي راهم في العارضه التقنيه ماذا بيا كامل تفتحوا لهم الميكرو داكور مفتوحين لكي تقدروا تحلوا لي ميكرو تاعكم وتنتظروا تماما. في لا كونفيرونس اللي قبلك، السلام عليكم صح، في لا كونفيرونس اللي قبلك حكاك بدا يحكي قال ايزو كاين 9000 لا نورم تاعها درك، ومن بعد درنا ديفينيسيون تاع لا كاليتي قال لنا ابتيتود ان اوبجي ا ساتيسفير دي زيكزيجونس دي زيكزيجونس. وي هادي لا ديفينيسيون دو لا كاليتي سونو لا نورم ايزو 9000 نورمال هكا. وي تراي بيان بصح ليزو بعد اوكين ايدي تعطونا الابريفياسيون ايزو شي هي ان انجلي اورجانيزيشن انترناسيونال فور ستاندرديزيشن. لورغانيزاسيون انترناسيونال دو نورماليزاسيون. واش الخدمه تاعها ولا واش دير هاد لورغانيزاسيون؟ سي بيان تيلابوري لي نورم. راكم معايا؟ وي. دوكا نهضروا على لي نورم، واش هما لي نورم واش تسمى على واه لي نورم اصلا. ما كملتش قبيله قلت لكم كاين واحد المصطلحات لازم نقرضوا. كنا بكري نقولوا بار اكزومبل، ما زلنا نقولوا درك على كل حال الصراحه، راح نقولوا هذه حاجه شينوا كي تسمعها بعد تقول بلي حاجه دو موفاز كاليتي، تسمى المرادف تاعها دو موفاز كاليتي، حاجه دوريجين ولا اوريجينال معناها دو بون كاليتي. اسك هذه هي الحكايه؟ نو، اصلا موفاز كاليتي وبون كاليتي هي ثانيه لازم نحيوها، هذه قديمه. كلام جديد ولا الجديد سولون لي نورم كونفورم او نورم نو كونفورم، ما كانش من هذه دوريجين وما يش اوريجين واوريجينال وما يش اوريجين. داكور بون، قلناها الايزو هذه ستيم اورغانيزاسيون انترناسيونال دو نورماليزاسيون، واش الخدمه تاعها؟ تيلابوري لي نورم، تصنع لي نورم. هما هاد الاورغانيزاسيون هادي فيها دي ريبريزونطون من كامل، ماشي من كامل، من اغلب الدول باش نتفاهموا. هادي سي تشين اورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال، ماهيش حكوميه بصح هي عندها لابوي. دوك نعرفوا كيف كري اون نفس سون كارتات لو بيت كيما قلنا هاي او اسي نورم سون يوتيل. لواش شكون راح يستفيد من هاد لي نورم؟ اسكو انا نستفيد منهم؟ انا في دارنا نستفيد منهم؟ شكون يستفيد من هاد لي نورم؟ سي بيان لي زورغانيزاسيون اندستريال ايكونوميك، عندنا لي غوفرنمون، عندنا لي انستيتيوشن، عندنا لي ديريجون دو ليكونومي، اي انسي دي سويت. هادو كل واحد كيفاه يستفيد من هاد لي نورم. كاين اللي يستفيد منهم في لا ديمارش كاليتي نتاعو يستفيد منها، وكاين لي في لي زيكزيجونس نتاعو. دوكا نروح نشوفو هادي الحكايه نتاع لي زيكزيجونس
راح انا واحد من الناس تهبلني لي زيكجيزونس هذه تقلقني باش كاني فيها في الخدمه. الاسلام هذه اكزيجونس كليون، هذه اكزيجونس ليجيسلاتيف، هذه لو كان ما تعودش عندك ميتريز هذه الحوايج الاساسيه راك ما تنجحش كون كونترول دو كاليتي، وما تقدرش اصلا تدخل ثم تستوعب الكونترول دو كاليتي. هنا جينا دوك النورم، النورم شنو هي؟ النورم راجل اسويفر ايتا كونفورم على موايان، وشنو ثاني نقدر نقولوا كريتير تكنيك. بون هادو اللي راكم تشوفوهم هنايا ايزو 45001 داكور بليزو 9000 هو مجموعه من لي نورم، ماهوش كي نقولوا ايزو 9000 9001 9002 ايزو 45000 هادو دي فوا تكون يكون ثم اي نورم وحده فيها لي ديتاي لي شابيتر تاعها، ودي فوا تكون كيما هنايا ايزو 9000 هادي ان سيري دي نورم كاع رولاتيف ومانجمنت دو كاليتي. ذلك عندنا باغ اكزومبل لا فيرسيون 2015 نهضرو فيها غير على لي زيكزيجونس. كاينه مبروي سي بوبلي ليكيب كوبي فو ميكرو تقدروا حابين بركة عندكم انترفونسيون تقدروا تحلوهم سي بوبلي. L'ISO 22000 est une norme internationale relative à la sécurité des normes alimentaires, des denrées alimentaires. Elle est applicable pour tous les organismes de la filière agroalimentaire. Les vétérinaires disent que nous devons entrer dans l'agroalimentaire. Non. Déjà, nous suivons la DIASA, la direction du service agronomique. Déjà, on a des agronomes blâmes à Fokna. الاغرو اليمونتير لا لي زانديستري اغرو اليمونتير فيهم الحليب، فيهم كامل لي ديريفي ليتير، ستادير لا فيليير هادي اوني امبليكي فيها. بون ماناجمنت دو كاليتي هاد لارو دو دومينغ هادي المونتر برينسيب ولا لان principe le plus important dans le management de qualité. Il y a des principes. Et pour moi, l'amélioration continue, qui est la moulaksa de la ajala, est la plus importante. En contrôlant un produit, nous pouvons savoir est-ce qu'il est conforme ou est-ce qu'il n'est pas conforme. Par exemple, كونترول وراح نهضروا ان شاء الله على الكونترول كيف يندار. ندي سيدي في الالفا كيعود نو كونفور راح واش ندير نحيه، راح ندير ديزاكسيون كوليكتيف نحاول نكوريجي لا كونفورميتي. هذه الو راكم تسمعوني؟ وي اسلام درك كلنا نسمعوا فيك. ابارامون لي بروبليم اليوم مش راح يحبسوا مش راح يخلونا نخدموا على لا لا ما كاين حتى ان شاء الله. لو مانجمنت دو كاليتي وش هو باختصار؟ هو ان جروب تعوير ان جروب دي زيليمون تاع دي ميثود
الهدف منه، الهدف منه إرضاء الزبون. ديجا كي تسمع مانجمنت دو كاليتي ما تفهم حتى حاجة. مانجمنت دو كاليتي كيف ربطوها هذه في زوج؟ المانجمنت هي سي بيان إدارة، إدارة مجموعة من العناصر. الكاليتي أنا أي أنا عرفناها أي حاجة تتلف لك فيها، عرف بالحاجة بالحاجة بالحرف بالحرف تلقى روحك. داكور، قلنا المانجمنت دو كاليتي هذه مجموعة من العناصر، من المناهج، دي زيليمون، دي ميثود، الهدف منهم هو إرضاء الزبون. كي نقولوا كليون أجمع، ما يروحش بالكم لو سامبل كونسوماتور، ما يروحش بالكم انا وانتوما مستهلك عادي، نروح نشري من سوبيرات. سوبيرات مش راح يابليكي لي نورم، مش راح يدير اساسي سي بي، مش راح يدير، باش نتفاهموا. هنا نهضروا كليون كليون، انتربريز مع انتربريز، اسوسياسيون مع اسوسياسيون، اورغانيزم مع اورغانيزم، هذا هو الكليون. داكور، اكزيجونس هي اكزيجونس كليون، ديفينيسيون توجور رانا نخدمو بلي نورم، تسمى لازم نتبعو لي نورم. سور ليزو 9001 فيرسيون 2015، قلت لكم فيرسيون 2015 هي تهضر غير على لي نورم. سي تان بوزوان و ان اتونت فورميلي كي بوتيتر امبليسيت. شنو معناها امبليسيت؟ انا امبليسيت نعرفها سكي فولي مي نون اكسبريم. شنو معناها؟ معناها اون كاشي، امبليسيت بيتو ضمني، فوالا. وقادر يكون ثاني اكزامبل هذه قادر تكون اكريت ديكريت وميم اوبليغاتوار. دوكا عندنا انواع، باش نفهموا هاد الانواع نعطيو اكزامبل. نعطيو اكزامبل، عندنا باغ اكزومبل ان ريستورون هنا في الجزائر مثلا، قال لك انا راح نخدم غير لي بلا، لي بلا شينوز. باغ اكزومبل نخدم الوري الرز الصيني. عطونا باغ اكزومبل ان اكزيجونس رولاتيف او برودوي. هاي وينكم؟ ولا ان اكزيجونس ايه اسلام لا كولور، لا كولور كيف على كولور الطبيب؟ لا كولور جوري يا اخي، قلت لي شنو هكا؟ ايه يعني قلت لك هذا تسمى روستور راح يخدم غير لوري شنو؟ ليكزيجونس في البرودوي ولا في الريستورون؟ لا لا هاني عطيتك انا انواع، شوف ديابو طبيب. وي 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 نبداو برولاتيف وبرودوي. او برودوي، داكور داكور. انا راح نخدم الاوريجين، هو ما نقدرش نجيب ان روسيت من اضرار، ما نجيبلهمش انا تاع الشنكافه. الا كنت سمعوا الشنكافه ضروري تخدم في الصحراء هناك، ايه لازم انت حاب تخدم حاجه هذه اكزيجون تاع البرودوي تاعك، تجيب لا روسيت اللي راح تخدم بها، ما تخدمش تقول لنا تسمى في العنوان شينوا داخل نلقاو غير لي بلا الجيريان. ها كاين ولا ما كانش؟ نروحو باغ اكزومبل رولاتيف او مانجمنت دو لا كاليتي. مانجمنت دو لا كاليتي، انت حاب دير ديمارش دو كاليتي عندك في الريستورو، في الريستورو هذا لازمك دير باغ اكزومبل سيستم اش اس سي بي. اش اس سي بي هادي سيتي اكزيجونس دو كاليتي، ولا دوما ثم رولاتيف او مانجمنت دو لا كاليتي. زيدوا حاجه خلاف بور لا كاليتي، اعطونا اكزومبل. ها يا جماعه قبيله تفهمناها باش نكونوا انتراكتيف. عندك لو شوا، برومي شوا، دوزيام شوا، ترازيام شوا. ها اتيفي مشو اتيفي تالي با ما بيش. احنا قلنا بور لا كاليتي دائما، ايسيو لي زيلي مو كامل يكونوا مع بعضهم المهمين في بالكم. ان كاليتي سوبيريور موين ولا مينيم؟ ايه انا
طبيب بار اكزومبل نقول لك انايا انت مول ريستوران هكا وي انا فورنيسور تاعك داكور انا فورنيسور تاعك تجي عندي تقول لي واش عندك روز نقول لك عندي هذا بسماتي ما نعرف واش هذا جبته من الطليان هذا جبته من هكا وي بصح انت تدوا تدوموند واش تدوموندي واش هو اللي يصلح مع لوريجينوا مع واش راح تخدم انت لوريجينوا نقول لك انا هذا هو اللي خرجك اسم هذه اكزيجونس بور لا كاليتي داكور هكا وي دوني اخي اكزيجونس دو كليون انت مادامك راح دير ريشين لازمك هما ما ياكلوش بالمغارف ما ياكلوش كيما حنايا وي اه سما تجيب معاك هذوك الفدان توجدهم حطهم باه هذه سما 60 اكزيجونس كيما قلنا قبيله هذه امبليسيت مش شرط تكون اكسبريمين بصح انت ما تحطش هذه تابعه كيما قلت شوف لي زيليمون هادو ما يمشوا مع بعضها légal ou réglementaire. Par exemple, Belgique a la conservation d'aliments. Il y a dans le code algérien ou dans le. Par exemple, je mets عندي هذه exemple على les arrêtés اللي يحددوا طرق الحفظ تاع الارضيه اي تو اي تو اي تو. هذيك ثاني سي تين اكزيجونس. لازم تحترمها. دونك نروحوا ل كي اش اس بون لو دومين كي اش اس هذا الا كان راكم معايا وزيت اريفي افير ولا تشوف لي ليون تاع الباساج اللي مصطحينا تاع فيهم كي اش اس كواليتي ولا نقولوا كيما اي كواليتي انفايرمنت سيفتي هذا هاد هاد الدويره هي اللي تحاول تربط لك بينات تحاول تربط بين اللي زيني مو أن أصبح نهضر عليها لكي أشخصو يتان دومان لإكسبرتيز تكنيك كونترولون لزاسبي لي وريسك بروفيسيونال أو سان دو لونتربريز أفان دو كوندوير أن سيستم دو مانجمنت انتجري شنو ندير أنا يا دير إكسبرتيز تكنيك ريسك بروفيسيونال سيستم دو مانجمنت انتجري حنايا ما يهمناش بزاف لي ريسك بروفيسيونال دوك باسكو حنا ميم في الكياش راسو كامل حنا نهضروا على الكاليتي انايا دوكا كي دخلت تخدم باغ اكزومبل دخلت كونترول دو كاليتي من بعد في كي ميتريزيت الخدمه شويه ثم تبدلت ولا كيما يقولوا ترقيت سوبرفايزور كياش راسو يزيدوك حوايج بزاف هما بعد شويه بعد على الفيترينر بصح لازمك تولي تابعين لك باسكو في المانجمنت دو كاليتي ولا في الـ في الـ في, الـ في المانجمنت في السيستم دو مانجمنت انتجري قلت لكم عليه ولا مازال اسامي في الاسامي خلاص تولي اوبليجي تبقى اوبليجي تبراتيكي شحال من خدمه مع الخدمه تاعك ماشي غير كونترول دو كاليتي المهم اكسبرتيز تكنيك باين راح نديرو تيست راح نديرو الخدمه مم سواء كونترولر دو كاليتي ولا سوبرفايزور كي اش اس او حاجه تكنيك بصح على واش على واش نبازيو نبازيو على واش قرينا في الكورسيس تاعنا بيان سور هادو لي زانفورماسيون هادو فوندامونتال ونبازيو الثاني على لي نورم اللي انا مصبح نحكيو عليه داكور compte tenu des liens des différents domaines qui se peuvent être le management de la qualité, le management de la sécurité, le management de l'environnement. Vous comprenez bien? Je vais vous dire que nous allons se concentrer sur le management de la qualité. Nous sommes dans le cas du contrôle de qualité. Apparemment, je vais vous dire. Non, je vais vous dire.
Allô? Oui, Islam, on est D'accord. Bon, le contrôle de qualité est une procédure ou une série de procédures visant à s'assurer qu'un produit ou un service satisfaisant les normes. Donc, ton effort, bien, contrôle de qualité ou assurance de qualité. L'assurance de qualité qui parle de presque même chose. Procédure, série de procédures visant à s'assurer qu'un produit, service, ou je ne fais pas bien. Contrôle de qualité ou l'assurance de qualité, fizouj, l'hadef n'tah, taqriben wahed, bessah, l'wakt n'tah ma hoch wahed. L'assurance de qualité, le produit mazal en phase de fabrication. Mazal ma adnach un produit fini. Ndiro exemple. Avashkiri. Un qui dit par exemple, un il faut exception, il y a la vache qui est ou une portion de la boîte conditionnée et tout. Vous avez une assurance qualité ou une assurance qualité ou la contrôle de qualité? Contrôle de qualité. Ou l'assurance de qualité, vous avez une assurance de qualité? L'entreprise, l'industrie. L'industrie, vous avez une assurance de qualité, la vache qui est ou la belge, un exemple. Ok, vous avez. شيزي ما نعرفش كيعود يخدموا هما اللي يديروا الاسيونس دو كاليتي عندهم هما لي ديمارش تاعهم اللي راح شوف في لاسيونس دو كاليتي يقول لك الفو ادابتي ان موديل من لي زيزو هذوك ايزو 9000 كاين عندك 9002 9003 جو بونس 9004 هذو دي موديل انت حاب دير اسيونس كاليتي لازمك تتبع ولا تادوبتي لا دي نورم هادو دونك قلنا نحلو كونترول دو كاليتي الكونترول دو كاليتي قبيله قلت لكم واش راح يدينا ولا واش راح ياخذنا باش لا ديسيزيون راح نديروها نقولوا بلي البرودوي هذا كونفورم ولا نون كونفورم هذا مليح الكونترول هو ثم ريمير soit inspecté, t'interroger, tester, vérifier, des fois lire, etc. Je m'en passe. Avec des moyens appropriés, donc ben, Inch'Allah, j'ai comme des exemples là, des moyens appropriés. Ben, je vais faire un goulou pour produit conforme ou non. هادو هما لي ديسيزيون اللي تقولهم تكمل كونترول دو كاليتي تاعك دير لو رابور تقول برودوي كونفورم برودوي نو كونفورم كي دوا تدير ريبيتي برودوي نو كونفورم بوغ تدير ريت روتوشي و برودوي نو كونفورم بوغ تدير اكسبتي اون ديروغاسيون انايا جاني الفرماج مليح كونتروليت ودرت لوبيراسيون اللي كنت نحكيكم عليها كلش قد قد لا تمبيراتور الكونديسيونمون كاع كاين واحد 10 مراحل دوك نحكيو عليهم هما اللي راح يفوت بهم اي برودوي في لا ريسبسيون كاين ريسبسيون لقيتو كامل قد قد نقول برودوي كونفور الا كنت انايا باغ اكزومبل اونتروب ولا ماغازا ولا راح نستوكي الا كنت بريش انا سيرفيس راح ندخلو للسيرفيس ديرك نو كونفورم اللي لازم يرجع نرجعو ديريكت ما نقبلوش ما يدخلش عندي قلت انا الفروماج هذا دي ال سي تاعو دي باسي بريمي تقبل حاجه بريمي سي نو كونفورم نو كونفورميتي باينه خلاص ما نقدرش نقبلو اي حاله من الحوال قادر يكون نو كونفورم بصح قادر نعاود نسمى نسقم فيه قادر يكون نو كونفورم اللي نقبلو بصح سوريزيرف نقبلو سوريزيرف par exemple j'ai pris انايا j'ai pris la viande fraîche j'ai pas l'abattoir moi j'ai pris max certificat de salubrité à l'abattoir نقدر هي انا ما عنديش صادر ما عنديش معلومه على لا سورس منين جايبها تقول لي لا اني نسيتها ولا مازال ما كملتش طبيب نقول لك انا كتبتها لك سو ريزيرف
حتى تجيب السيرتيفيكات هذاك ما جبتوش صايب راح يترجع دوكا نروحوا للرولاسيون او سبقني شويه يا بو لا رولاسيون كونتر فيتيرينير كونترول دو كاري كونترول دو كاري سي بيان لي دابا دو كو ديريكتوم هيجين انسبكسيون دي دوني اليمونتير دو ريون انيمال هيجين عرفناها انسبكسيون واش رايكم فيها واش انسبكتيف واش تنسبكتيف دوني اليمونتير دو ريون انيمال هذه الانسبكسيون هي كونترول بالنسبه ليا انا نسبكتيو لا سالبريتي سالبر اونو بروبر اونو بروبر على الكونسوماسيون اونو دو كاليتي يا سي دي سويت صادير قلنا به ولا به نحصروا لا رولاسيون بين فيتيرينير كونترول دو كاليتي نحصروها في دابا ام فادوكا انا نحكيو على كونترول دو كاليتي دي دونري اليمونتير يبغون الالمونتير كاين كونترول كاليتي بشحال من دومين ما يهمناش حنا يهمنا تسمى الحاجه اللي مرتبطه بينا مباشره هذه ديتها من واحد السيت اورينتاسيون بورتوس بالك تعرفوه اورينتاسيون تيريدوسيس بور تيريدوسيس توس بوان افير هذا السيت هذا مليح بزاف وجربوا دخلوا تلقاو في كامل ليميتي تقريبا هكا اوردر الفابيتيك تروح للفي تحوس على فيترينار يعطيك بروفيل يعطيك ليميسيون يعطيك امور تدي فكره اللي ما باغ اكزومبل جامي يسمع بلي دي بوشي تاع لي فيترينار جامي باليش انا لوكازيون باش يقصر مع جماعه يخدموا سما في الكاريير تاعهم يروح في الانترنت يدخل كاين بزاف لي سيت كيما هذا السيت هذا ومليح بزاف قال لك بارمي لي طاش اللي حاطينهم الفيترينير بوفير لابليكاسيون دي ريغل كونسيرنون لا سونتي لا بروتيكسيون دي زانيمو اي لا سيكوريتي اليمونتير يعني دايرها اون بلو دوك نحكوا لا سيكوريتي اليمونتير ان شاء الله مانيش نتيسيبي في لا كونفرنس تاع الزميل اللي راح يدير على لا سيكوريتي على الهيجين سيكوريتي اليمونتير بون au sein des organismes publics ou privés ces activités principales sont en rapport avec le contrôle et la certification dans les domaines حنا يهمنا الكونترول الى سيرتيفيكاسيون هذه الحوايج الاخرى ما تهمناش المهم في الاورغانيزم بيبليك ولا في الاورغانيزم بيبليك ولا بريفي الخدمه نتاعك كونترول اي سيرتيفيكاسيون نجيو هنا لا سيكوريتي اليمونتير عندها 3 بيلي باه نبنيو لا سيكوريتي اليمونتير باه تكون عندنا ان سيكوريتي اليمونتير لازم هذه 3 بيلي اونفا اني كاين دي سورس كاين دي ريفيرونس وين يحطوا ما يحطوش كيما هاد لو شيما ولا كيف نقولوا يحطوا سيكوريتي اليمونتير كاليتي اي كونتيتي كونتيتي فيها ديسپونيبيليتي و اكسي وفي الكاليتي يديروا كاليتي نيوتريسيونال ويحطوا ايكيليبر نيوتريسيونال كاليتي سانيتير هيجينيك اي ريفيرونس سوسيو كولتيرال لا ديسپونيبيليتي ما عندكش لاليمون كيفاش تكون عندك سيكوريتي ما عندناش دي برودكسيون لوكال ولا ما عندناش قدره بهنا نبورتيو ملي ما عندناش تسمى لاليمون ما كانش لا سيكوريتي كيف ماهوش تسمى لاليمون ماهوش اكسيسيبل غير فلان وفلان اللي يقدر يشري ولا اللي يقدر يكون عنده كيف ما نقدروش تكون عندنا انسيكوريتي اليمونتير بلا اليمون ديسپونيبل اي اكسيسيبل نروح لا كاليتي هذه هي اللي حنا اللي تهمنا نلعبوا عليها كاليتي نيتريسيونال ايكيليبل نيتريسيونال كاليتي سانيتاري هيجينيك و فلوس سوسيو كولتيرال عندك اليمون وما فيهش ما عندوش ان كاليتي نيتريسيونال ماهوش ايكيليبري ماهوش ما بانيش انا ما جاش
من اندستري اللي يحترموا لي نورم، ماكش في سيكوريتي على المنتج راك بعيد. كيف كيف لا ليمو هذا ما فاتش على كونترولور دو كاليتي اللي راح يضمن لك ليجيان، راح ينسبكتيو لك، راح يفوت لك غير الحاجه اللي كونفورم. كيف كيف ماكش في سيكوريتي على المنتج. عندك برودوي ما عنده حتى علاقه مع لي بريفيرونس سوسيو كولتيرال تاعو، حنا ماكش في لا سيكوريتي على المنتج. داكور. هادو لي زاكتيفيتي تاع كونترولور دو كاليتي، حطيتهم هنا سيتيتهم برك في لا ريسبسيون دي ماتيير بروميير، كونترول لا كونفورميتي فابريكاسيون فونكسيون دي نورم بروسيدير. في الهضره تما كنا نهضروا فيها سيجيري زاميليوراسيون ايتابلي سي تكنيك، تقريبا كاع واش كنا نهضروا باش نهضروا ريزومي. هنا عندنا هنا كيف كيف تلخيص برودوي جا من لوزين من فابريكا، راح نديرو لو كونترول. في الكونترول راح نقولو كونفورم، إلا كان وي خلاص راح البرودوي هذا راح ندو ليتيليزاسيون ولا راح نخدمو به. راح نخدمو به تسمى برودوي، باسكو دي فوا حنا هادي راه اون جينيرال شي شرط تما يجيك تايا برودوي اللي راح تاكلو ديريكت. عندك ثاني يكون نو كونفورم، نو كونفورم ريتوشابل ولا يرجع ديريكت. كي كان ريتوشابل يسمى نعاود نديرو لا جيستيون تاعنا ويرجع كونفورم، وسما هادي راه ما كانش سامحنا مدير سامك وسامك. كيف كيف الاول هذيك انفورماسيون كي تكون درت دير لو كونترول تاعك راح تلاقي لي انفورماسيون كامل. لي انفورماسيون هذو راح يخرجوا في رابور، رابور اللي ديرو بتكمل الكونترول تاعك. كونت الرابور كي يعود باغ اكزومبل بي ان سي برودوي نو كونفورم، برودوي نو كونفورم ندير انا رابور ار بي ان سي نو كونفورم ونترونسميتريه للفورنيسور، نقول له ها واش كاين واش كاين واش كاين علاه اللي كنا نحكيو قبيل باش ما يعاودش يبعث لي انا لي برودوي نو كونفورم نافيزي. اوكي كيف انا نحتاج لي زانفورماسيون هذوك باش نكلاسي. نروحو دوكا للصح انيسياسيون او ترافاي اي فيتيري ان طونك ان كونترولور. راح نهضروا غير على ريسيبسيون دي شارجمون اي ستوكاج دي دوني اليمونتير دو جو اليمونتير. دونري اليمونتير دوجين انيمال واش تعرفوا؟ عطونا واش تعرفوا كون دونري اليمونتير دوجين انيمال. لي برودوي دي تي كاين لي زو كاين شحيتو الصوف لا فيوند وي اوكي ميم حتى حتى لي ريزيدي لي ريزيدي زي باغ اكزومبل عند لابان عندنا لي ماتيغ فيكال فيو لي كروت، لي كروت استعملوهم كوم اونغري. بصح توني اليمونتير حنا ناكلوهم كونسوماسيون. عندك لي كونسيرف، لي كونسيرف بون لي كونسيرف يحسبوهم في لي برودوي اغرو اليمونتير. داكور بون انا درت دي كاتيجوري. عندك فيوند فريش، فيوند كونجلي، وبيو اف. في الفيوند فريش درت فيوند بلونش بواسون فيوند روج وباتي كاشير. في الفيوند بلونش واش عندنا؟ واش عندنا في لي فيوند بلونش؟ عندك البولي، لاكاي باغ اكزومبل، لابان، لابان وي بيان سور. في لي فيوند كونجلي هم نفسهم تقريبا، فيوند بلونش، بواسون امبورتي، باسكو جينيرالمون حنايا هنا في الجزائر لي بواسون تاوعنا تاع لابيش ما نكونجليوهمش، فيوند كونجلي يجونا من برا.
ودوك نحكيو شويه على لامبورطاسيون دي فيوند. لي فيوند روج لوكال ولا امبورتي في بي يو اف درت اوفو برودوي برودوي ليتي في لا ريسيبسيون. اول حاجه راح نهضروا عليها لا طونتياج. نعطيكم سؤال. اوفو برودوي ا باز دي زو هكا اي ا باز دي زو اوفو برودوي سوا لي زو فري سوا شوف اي حاجه مخدومه بلي زو وي هكا داكور. بون اتونا لا تمبيراتور سولو لي نورمال de conservation par exemple نبداو الفيوند كونجلي معليش او جاي او جاي العيد ان شاء الله اللي حاب يكونجلي اللحم فاش في اي درجه يحطو هاي اليزي pour congeler moins 18 moins 18 là quoi congelé par exemple ça va être plus bien sûr moins 10 moins 12 beyond fresh par exemple là c'est quoi la différence entre viande blanche ou viande rouge les choix les moins 12 ما فهمتكش انيس pourquoi pour la viande rouge c'est moins 18 et pour la viande blanche c'est moins 12 هذه خليها كونجيلاتور اوكي بعد بي جو بونس كالي بلو فراجيل كيما اون بارلون دو ريجيديتي دو ريجيديتي دو ري خلو دوك نديسكوتيو في الديب اوكي بون عندك لاليتي انتر مينستريال دو 21 نوفمبر هذا يحدد لك كنا نشوفو دقيقة برك كيف جميل فوالا قبيله واش هدرنا على لي نورم لي يستفيدوا منهم لي غوفرنو هكا هادو في الجزائر حنايا كلش لازمك ريفيرونس تاعك يكون من جورنال اوفيسيال تخدم في كونترول دو كاليتي سواء تخدم في ليزاندستري اغرو اليمونتير سواء تخدم لابو دو كونترول دو كاليتي كاين لي لابو يا اخي ميديكو وكاين لي لابو دو كونترول كاليتي مش كيف كيف مش اللي يدير عنده ليزاناليز ميديكال هما اللي تحت تخدم عندهم كونترول دو كاليتي هادوك ثاني عندهم دي ريفيرونس يخدموا عليهم حنايا نخدموا ريفيرونس تاعهم كيف كيف في الجورنال اوفيسيال اللي يخدموا في باغ اكزومبل في الحديد في ليزاندستري كيف كيف عندهم دي نورم محطوطين في الجورنال اوفيسيال هاد الجورنال اوفيسيال تاع الجزائر راه فيه بزاف حوايج مخدومين على حساب لي نورم ايزو على حساب نسيت هذيك لاريتي اللي فيه ميم ليتيليزاسيون ولا يوبليجيو لي زوزين من باه يابليكيو ولا يادوبتيو لا شاسي سي بي ان شاء الله في الكونفرنس تاع الزميل راح يعرج على هذا الامر. شوفوا معايا هنايا دونري اليمونتير و تمبيراتور ماكسيمال عندك كامل لي برودوي هنايا محطوطين كل برودوي قدامو لا تمبيراتور ماكسيمال تاعو اما لا حتى والمواطن البسيط حتى لو سامبل كونسوماتور لازمو يعي لازمو يعرف مليح هاد لي نورم هادو تروح تشري انا في الصيف انا في السخانه
تروح تشري لي كلاسي كريم كلاسي، الا ماهوش محطوط في الموان 20 راك تريس كيف عمرك، بالك ما على بالكمش بيه في الموان 20. Vos produits, les pois cuisinés à l'avance, il y a un qui هنا راهم محطوطين وحاطين لكم اهداف الجورنال اوفيسيال. نرجعوا ل الديار نتاعنا، هادو دي زاكسيون كوريكتيف. باغ اكزومبل انايا ريسيبسيونيت برودوي ريفريجيري و لا تمبيراتور ما عنديش عليها حتى فكره. دايور تعرفوا لاش دي فروا بيان سور، واش يقول مون فوازا؟ ها يا جماعه لي دواي، عطونا لي ترياد هادوك تاع مون فوازا. لا 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 مش اساس. عطي قلنا في لاشان، لاشان دي فروا تريكوز زيدو سان ورابيد. نو سمعتش رابيد هي بريكوز كاين ثلاثة برك والله تسمى بكم أمير جوستومون والله العظيم ودوكا نقولها بون. لابليكاسيون دو فروا لازم تكون بريكوس، برودوي سان، برودوي سان في برودوي سان في بلاصة لا دوري لا دوري لا دوري سان، ولا ما كانش لا دوري يا الطبيب، لازم يكون ان انتيرومبي تسمى الاشياء هذيك ما عمرها ما تقفل. هذا هو هذا هما الترياد ضد المواد. هكا لازم نحضروا دوك على حاجه مهمه بزاف. انا نخدم في كنترول دو كاليتي، كيفاش اعطوني حاجه روبست، حاجه كومون ديراج، حاجه تضمن لي باللي هاد لاشين لو فروا ما حبستش ملي تخدم البرودوي. نرجعوا للفرماج، ملي تخدم الفرماج حتى دوكا اللي لحق عندي كيف ندير؟ وينكم؟ خمو لها شويه. جي با كومبري لا كيستيون، جي با كومبري لا كيستيون. لا كيستيون انا كنت نحكي لكم دوكا على لاشين دي فروا، قلت لكم فيها تروا بيلي تروا تسمى الجزيره المتحده عندها ترياد، لازم تكون لابليكاسيون بريكوس برودوي سان و ان انترومبي. وي هاك كاين في لو برودوي نحطوه دون دي شومبر فخواد، كاين ان ديتيكتور هو يديتيكتي باغ اكزومبل راح تريسيتي ولا حاجه، هو يسينيالي يقول بلي في الوقت المحدد راح تريسيتي. سماك تحكي لي على لي زانديكاتور هادو ولا لي ترمومتر؟ لي ترمومتر دوك انايا جال عندي البرودوي، جال عندي الفرماج، كيف نعرف باللي اسك راح تريسيتي ما راحتش؟ اسك كيف نعرف؟ كاين سيغمون ان كاشي باللي هذه وي سما لا دوكيومونطاسيون هكا.
Ouais. هذه صحيح بصح كاين حاجه اخرى اعطوني اني ليمو ولا ماشي اني ليمو انوتي مشار اه واش هو المشار اباراي هي ديتكتينا لا تمبيراتور من نهار اللي تبدا لا شان حتى لا فان هذه يعني غشيشها يا جماعه بون عندنا لي زونجستور دو تمبيراتور هادو اللي حنا نسموهم مشار نسموهم مشار هما اسمهم لي زونجستور دو تمبيراتور هاد لونجستور باغ اكزومبل معليش نشعل لاكام شوفوا معايا هنا هاد هاد لاباري صغيره اسلام سي توكلي قربها شويه لاكام برك باش نشوفوها مليح فوالا داك صح هاد لوتي عنده ليكتور تاعها ليكتور تاعو بالأورديناتور الهدف منه انه يقرا ولا يونجستري لا تمبيراتور من اللي تحطو تريكليه وهو يحسب حتى تعاود تقرا معناها بار اكزومبل انايا انا نكون حاكم بريستاسيون عند كشركه ولا كش اورغانيزم وهما اكزيجاو لي لا تمبيراتور ترونسبور كيفاه كي يلحقوا يشوف التمبيراتور تاع الكاميون يلقاها مثلا موان 18 بصح في الطريق بالك الشوفور طفاه بالك طفاه في الطريق بالك انا كي كان عندي ما كنتش حاطه في موان 18 نكذب عليه هو باهي ساتيري يدوموندي لك لا ليكتور المشار كي كان عندك برودوي في لي شومبر فرواد ويزيد يكزيجي لك تاع ترونسبور كي يكون عندك لا دوكومونطاسيون اللي حكيت عليها الاخت قبيله هاي هاني نبعت لك انا ليكتور المشار ها طول اي موان 18 وزيد في الطريق كي كان جايك في الكاميون في الكاميون فريغوفيك هاي لا ليكتور نديرو بدينا الاخر عطيني الزوم هذا دوك تشوفوا معنا بار اكزومبل بيسي صغير شوية فين نحي الكاري هذا اللي جا يا جماعة الاكتيفات كفاية اسلام يخرج لنا الابليكاسيون نورمال راكم تشوفوا فيها كام كومبليت لا مازال تندير الزوم ها هاني نقول لك غير الكاري هذا اللي راهو انا نشوف كل شيء شنو ندير معليش تكون عاود او هكا ما تبانلكمش على بالك اسلام عاود ارجع للديان نحي الزوم دوك تكمل كامله بلا زوم ما فهمتش
نحي بارتاج ديك هون درجة يسلم اسلام دير زو ماريا وين جاها زو ماريا هذي ديابو تاك كاين عندي هاد الكارو الكاري اللي ما يعرفليش منين ثم تشوفوا غير واش محطوط في هاد لازم نحيه كيف اكلم داير زوم اسلام داير زوم ليكرون تاعك نحي البارطاج وعاود رجع بارامون تنحي كلش معليش عاود بارطاجي عاود بارطاجي سمحوا لنا على خلال التقنية هذا لا معليش يصرا لا ريت بيبي بلي زوم خاطئ لا معليش اسلام ريبارطاجي ليكران برك دومني داكور معليش اونتر تو سقسيكم البيض يزوفري تسمع فيها وي انا نسمع شحال لا دوري دو كونسيرفاسيون تاعها 20 جور قداه فازور نو صح كل عنده راي لا كونسيرفاسيون دو كوا يزوفري بيض نعدام لا نعدام ديجا 7 جوغ اي بيمي ها 7 جوغ ديجا اي بيمي 20 جوغ 7 جوغ ديجا اي بيمي باسكو تبدل لا ستركتور تاعها من الداخل سا ديبون دو لا شومبر دايراسيون تاعها هي ما سمعتش اكزاكتو شحال قلتي قلت لك 7 جوغ ديجا اي بيريمي 7 جوغ 7 جوغ 7 نو جو بونس ا 30 جوغ حاطينها في الكونسيرفاسيون نو ماشي محطوطه هكاك برك لا كونسيرفاسيون في لي كونديسيون تاعها اديكوات 7 جوغ انا خاطرين في لافير معنا البيض اللي انا ناكلو كامل او بيريمي ملي تقولي 30 جوغ تعقل عندي انا في عين صالح هنايا يسبيت 7 جوغ ثم ناكل غير في البيض بيريمي تتقلع عندك الجور علي كون يسمعوا كل ما سلام سي با 30 جور شحال 30 30 جور وي نيما انا كيف كيف راه كيما انا كتاكل في بيريمي يا خويا كيما انا فا اسلام 25 كيف كي 30 كيف 25 لا هذه باين عندي الصراحه ما بعد انا ما كانش في لي سوبيرات تاعو حنا اللي محترم هذا لي نور تروح تشري تلقى انا البيضه وتلقاه قادر يكون عنده اكثر من 30 يوم حطو انفا كاين اللي عنده بزاف كما نقولوا الخدمه بصح كاين اللي ما عندوش تشري بيضه عندها ديجا فيها فلوس الداخل لا ما حبتش
زوم هذه كيف ندير لها زوم؟ مازال ما بروبليم وي ندي ماري بي سي لا اسلام نعم عاود ادخل للديابوزيتيف تاعك اه سي بون سي بون سي بون نورمالمون سي بون سي بون سي ريكلي بروبليم في البوات هذه تاع لابليكاسيون تيست صادير ما جو بونس نرجع للديابو تاعي صاير ما نديرلكمش سيميلاسيون تاع نديرلكم سيميلاسيون كيف تريغلي المشار هذا لونيجيستور كيف تخدم به وكيف تقرا علاش تدير لنا اون فيديو من بعد نبارطاجيوها معليش نكملوا قلنا حبسنا في ليزاكسيون كوريكتيف اون كا ديسيبسيون دان برودوي ما على بالناش لا تمبيراتور تاعها واش نديرو لا تمبيراتور نقيسو لا تمبيراتور نشوفو لا تمبيراتور دو سيرفاس الا لقيناها فايته 8 ديغري فايته 8 ديغري انا نحكي على اليمون ريفريجيري باسكو دوكا نحكي على كونجلي داكور نستعملو الترمومتر ا سونت ونشوفو لا تمبيراتور انترن الا لقيناها تسمى في البرودوي الا لقيناها اقل من 8 ديغري نقبلوه اذا لقيناها فات 12 نرجعوه للفورنيتور داكور هذه تسمى اي اليمون اي دونري اي برودوي جا عندكم على باليش التمبيراتور تاعو كي اختها تمسوت له باين نحتسبو بارد بصح انا ما على باليش ما عنديش فكره على التمبيراتور لازم ندير اين اكسيون ولا نرجعو ديريكت مثلنا بصح دي فوا ما تقدرش ترجع لا مارش دي سوت لا كوموند انايا نحتاج لا كوموند هذيك داكور هذا هو الترمومتر اسونت تحب نجيب لكم واحد بصح انا نخدمو به درك كيف كونجلي كي تريسيبسيوني ان اليمون كونجلي ما على بالكش لا تمبيراتور كيفاش جا وين كان هذه لاكسيون تقدر تابليكيها اول حاجه في لي ديزيتاب اللي حكيت لكم عليها نحكي لكم عليهم في الكونترول دو كاليتي عندك لي دوكيمونط لا دوكيمونطاسيون لي دوكيمون سانيتير بار اكزومبل فيوند كونجلي جايه من البرازيل ولا جايه من الهند حنايا في الجزائر لعلمكم باللي نامبورتيو لا فيوند دبوف لا فيوند بوفين نامبورتيوها من البرازيل ومن الهند اللي ما كانش عنده المعلومه هذه حطها في باله باللي رانا نامبورتيو في الجزائر اللحم البقري من البرازيل ومن الهند برك كيجيني انا برودوي جاي من الهند واش هما لي دوكيمون لي جو معاه لازم يكونوا معاه اول حاجه ندير فيها هي لا دوكيمونطاسيون عطونا في بالكم واش يكون حلال الاولى خلاص هاي لازم سيرتيفيكا دباطاش حلال حنايا مسلمين وحنايا ما ناكلوش اللحم واش اباتي بالطريقه الاسلاميه لازم يجيب لي معاك ان سيرتيفيكا دباطاج حلال يديرها واحد معتمد من المنظمة العالمية الإسلامية للذبح الحلال يسنيها ويبعثها ما كانش السيرتيفيكا هذا ما نرسيبسيونيش طول ما نرسيبسيونيش وما نستعملوش وما ناكلوش وما على باليش بس كان كون داكور زيد وشنو ثاني يكون معه لادات دباتر هذا دابا تلقاها مونسيوني في السيرتيفيكا حلال وتلقاها مونسيوني في السيرتيفيكا واحد اخر مود دو كونجيلاسيون لا كونتيتي اسكو هذه كونفورم ولا نورم ولا لا
قلنا لو بيي لو بيي لي ركزوا معنا ركزوا معنا دوك لي مول لي جوع مي كيف لا كونتيتي تجيني في البون دي بيزون تجيني لا كونتيتي اصلا انا كومونديتها مش مشكله بصح لا دات باغ اكزومبل ولا لا دات شي مكتوبه في ان سيرتيفيكا ماشي وحدها ورقه فيها لا دات داكور سيرتيفيكا نتاع لو فيتيرينير نتاع البلاد اللي جبنا من عندهم سيرتيفيكا دو فيتيرينير كو لا فيون دي سان اه واش نسموها راكم راكم مع بالكم تخلقوا من راسكم كاين دي سيرتيفيكا لازم نعرفوهم يا جماعه بغض النظر عن شغل السيرتيفيكا تاعك شغل الفيتيرينا باللي اللحم هذا سان اوكي باش يخرج تما يقولوا اوكي باه يخرج ما كانش هذا السيرتيفيكا كانش فيتيرينير ماهوش لابو ما يقدرش يعرف هاد لا كواليتي ميكروبيولوجيك تاع اللحم يقدر يعرف دي سيرتان بارامتر هادوك يتلقى مونسيوني في واحد السيرتيفيكا المهم جماعه عندنا سيرتيفيكا حالا عندنا سيرتيفيكا دو ساليبريتي وي ساليبريتي هادي يدير بها الفيتيرينير انسبكتور دياسا وشوف اي فيوند اي دونري اليمونتير دوريجين انيمال اي دونري يربي بيضه يربي بيضه كون ما يكونش عندها هذا السيرتيفيكا راهي نو كونفورم اي دونري انا قلت لكم اي دونري اليمونتير دوريجين انيمال كون ما عندوش السيرتيفيكا فيتينر نتاع الانسبكتور ديال صح او ما او نو كونفورم وكل ما ترانسبورتي هو باغ اكزومبل في سنتينا جاب لي فورنيسور من ثم جاب لي العظام اللي هنا البيض جابوا لهنا يجيب لي مع السيرتيفيكا تاع الانسبكتور تاع سنتينا ويزيد يجيب لي هنايا في عين صالح ولا في تمن راس يروح يعاود يدير انت السيرتيفيكا دومينيك اسلام اكتيفي لو سون جو ميكسكوز قلنا كي نترونسبورتيو اي دونري اليمونتير دونجين اليمان لازم السيرتيفيكا هذا يجي معاه ويتعاود عند تسمى لا ريجيون اللي دخل لها البرودوي معناته بار اكزومبل الحق لافيون كونجلي في البور في وهران يديروا لها تما لا بروسيدور من بعد الطبيب تما يدير سيرتيفيكات ساليبريتي سيرتيفيكات ساليبريتي تو كندير لكم اكزومبل لكن رحمنا هذا الزوم هذا ومن بعد كي نبعثوها لعندي هنايا زيد تروح للانسبكتور فيتيرينير ديال صاعين صالح يزيد يعاود يدير سيرتيفيكات ساليبريتي باه نقدر نقبل ولا نقدر نقول على هذا البرودوي بلي كونفور ما كانش هذه المراحل مش كونفور نزيدو حاجه خلاف كاين عندنا لي زاناليز ميكروبيولوجيك ولا البروسي فيربال دو لا كاليتي ميكروبيولوجيك تاع البرودوي هادي ديرها لابو دو كونترول دو كاليتي كيف كيف كامل لي برودوي اليمونتير دو اوريجين انيمال لازم هكا حليب بليش انا لحم بيض اي حاجه لازم تصرا لها كونترول دو كاليتي في لابو كونترول دو كاليتي تسمى كاليتي ميكروبيولوجيك يعطوك البروسي فيربال من كاشي وتجيبو عندنا حاجه خلاف لوفيد انتريكسيون كل حاجه تدخل الجزائر عندها لا ميز سير انتريكسيون كي تدخل من برا نحطوها شهر وكاين اكثر شهر محطوطه تما بالك ما يصرا فيها باش تدخل للسوق لازمها اللوفي دانتريكسيون جينيرالمون هادو هما لي دوكيمون اللي لازم يكونوا مع اي برودوي كيجي داخل كي تريسيبسيوني اي برودوي هادو هما لي دوكيمون
Islam. ما كنتش سمعوني. وي ما كانش كاين صوت. فهمتش انا. او الزوم هذا ما يحبنيش. ما عليه. الزوم هذا اللي كتبته فيك هو ولا البروسي فيربال اللي كنت نحكي لكم عليه، دي زاناليز ميكروبيولوجيك، اناليز اي كاليتي اي كونترول دو كاليتي. بون شفنا نورمالمون هذا في دعوة اهم ايشونتيوناج، عندك برومي دوزيام تروزيام كاتريم تانكيام الاخر تلقى انترفيتاسيون اون ابليكاسيون دي ديسبوزيسيون دو لاريتي انتر مينيستيريال دو 4 نوفمبر 2000. مش اللي حكيت عليك اللي حكيت لكم عليه قبل، هذا ما جبتوش. فيه لي كريتير ميكروبيولوجيك دي دونري اليمونتير هكا ثم. هذه هي لا نورم اللي راح نشوفو ثم بارابور ال اسك البرودوي de qualité microbiologique satisfaisante ou non. Mais le jour de l'Eid, je mets à quelqu'un de démorceau ou il va gérer le labo et chauffe. Alhamdulillah. Hada huwa le certificat de salubrité des produits animaux et ou d'origine animale. كيف كيف توجور عندنا هنايا لا ليميت ريغلومونتير ولا ريفيرونسييل لوا نيميرو. هذا لا لوا هي القانون البيطري على كل حال اللي راه موديفي ريسامو. فيه في السيرتيفيكا هذا كيف يديليفري وشكون يديليفري واش هما لي زانفورماسيون اللي يكونوا فيه. شوفوا واش عندنا باغ اكزومبل هنايا جوريدي النحل اسمه التعليق فيترينير ايتو. معليش هذا في برج بوريريج باغ اكزومبل هم خدم بالميكرو ايتو كاين لي مكتوب ستيديو برك لقب ملك لقب مالك المؤسسة نوع اللحوم سكس كاكاس كارتي مورسو فيوند بلونش اسباس كذا وكلش. هذا تشوفوه في الثاني في الكلينيك تاع لاباتوار السانكيامون اللي راحوا وي نو كونفورم. انا غدوه نجي داخل انا نبسط لكم الامثله فقط، انا ما نتعاملش مع سوبيرات هنايا في الخدمه تاعي، ما نتعاملش مع حانوت الازهر وحانوت الحاج وما نتعاملش معاهم هذو. بصح مام انا كنعد على بالي نروح لعندو هما يعطوا لهم، باسكو كيجي الكونترول عنده هو يدوموندي له كونترولور تاع الفيترينير. كاين لي فيترينير يخدموا كونترولور عند التجاره كيروح يكزيجي له هذا هذوما لي سيرتيفيكا هذا من بعد اهي هو لا ماجوريتي ما عندهمش. تلقاه يقولوا له جاي كونترول يقفل هذيك ساعه ولا ساعتين باش ما يحرجوش. بصح لي سوبيرات الكبار كامل تلقاهم حلين عندهم هذو على بالهم. انا مره جي سي هنا في عين صالح والله رحت لعند البوشري وسقسيته قلت له عندك سيرتيفيكا؟ قال لي هاي عندك هذه هاي ما عندوش صح الكونترول دو كاليتي تاع الاناليز هذوك. بصح هذو اللي كيتم عنده نورمال معمرهم طبيب وكلش فيهم زانفورماسيون مام تاع البيض كلش. ها يحط لك هنا دي ال سي ها باغ اكزومبل دات دو برودكسيون دات دو بيرومسيون يحط لك تمبيراتور دو كونسيرفاسيون اون. فحنا نفيديو لهم دي فوا يحط لي شحال هذه امبيونت ريفريجيري كونجلي هذه ما تاكلش كونجلي تكتب لي موان 18 كون جيت لي موان 12 موان 20 ماشي هكاك برك ريفريجيري بلس 3 بلس 4 داكور. نشوفو سيرتيفيكا حلال هاي سيرتيفيكا حلال كيف كيف فيها لي زانفورماسيون اللي كنت تحكوا عليهم قبيله. كنتوما كنتو حابين كل حاجه من هذه نديروا عليها ورقه يبانوا نخدموا غير بابراسي صاي حبسوا دوسي كبير خلاص دوسي كبير. لا غير ثلاث ورقات هادو برك
هذا أول لوفي اللي كنت نحكي عليه، سيرتيفيكا دو ميز على لا كوميرسياليزاسيون، لا حق لا كوميرسياليزاسيون، وين جات مام المويا مام جات البريزيل وكلش. Quantité, conditionnement, la décision flakha. La levée et de l'interdiction et la mise à la commercialisation. Nerja al diapo, qui fait donc nerja al diapo. Voilà. Certificat de salubrité, que tu as déjà réussi à faire une réduction, c'est une réduction. La deuxième, les rachines chauffent à température du moyen de transport. Camion frigo, trop chauffe, c'est le camion léger, c'est la température qui n'a pas besoin de la. عندك لي كونديسيون ولا الكونديسيون دي كاميو كاميو لازم يكون بروبر ماشي تجيب لي انايا دون لي اليمونتير في حاجه ماشي نظيفه اوتوماتيكمون هادي نون كونفورميتي بصح نون كونفورميتي ماشي كيما تمبيراتور ماشي كيما دوكيومونطاسيون عندك لي كونديسيون هيجينيك لي سيكيون باليت لي باليت هادو اللي نحطو عليهم تعرفهم نحطو عليهم لا مارشانديز لومبالاج عندنا لا كونتيتي ايتيكتاج ديتيكتاج هذه حكاية شوية حساسة نشوف هل كان عندي هنايا ديتيكتاج اللي ما عندي ليش اسك عندي ديتيكتاج ولا ما عنديش ما ممكن اكزامبل على ديتيكتاج فوالا أصابع السمك بطني نو في الجزائر يكزيجيو لك أي برودوي يدخل لازم يكون ليتيكتاج اون فرونسي هكا لونغ فرونسيز وبالعربيه دوكا نحاوه ولات غير بالعربيه لي اكزيجي بصح حنايا في الخدمه نتاعنا نمبورتيو من دي فوا من ليترونجي غير باللغه نتاعهم ما يقبلوناش البرودوي نو كونفور في الكونترول دو كاليتي عندهم ما يقبلوناش البرودوي يرجع البرودوي على جنب ماهوش مكتوب بالعربيه هاد لي زانفورماسيون مكتوبين هنا كامل كل حاجه بلا نورم كل حاجه بلا نورم كي يعود اي تيكتاج ماهوش بلا كيما نقولوا سولو لي نورم راهو نو كونفورم بار اكزومبل عندك هذه باطوني دو هذا التانديس هذا باطوني دو بواسون تلقى مستورد بار اكزومبل الامبورتاتور صادر المالك تاع السلعه تلقى الدي ال سي تلقى لو نيميرو لو تلقى كومون ديراج لوريجين اي تو دي فوا ما تلقاش هذه كنت تقراو هنايا النيميرو هذا تاع سيرتيفيك حلال انا كي يجيني بواسون ما عرفش باللي لازم ذبيحه لازم حلال بصح هما يكزيجيوها لك فهمتوا كيف سما لازم يكون كاين هذا السطر هذا تاع باليش باللي ديليفريت سيرتيفيكا حلال ديليفريت سيرتيفيكا كذا وكذا وكذا نروحو دوكا نكملو في الديابو تاعنا راهو
Étiquetage. Ah oui, monsieur. Non, mais c'est... Non, l'étiquetage, donc. Justement. La date d'échéance des produits. شوف هذه قاعده مهمه. البرودوي ماشي لازم يلحق عندك موش بريمي، لازم يلحق موش بريمي ولا دات، ثم لا بيريود اللي بقات حتى يولي بريمي لازم تكون كيفيه، لازم تكون سيفيزون حتى الكونسوماسيون ولا ليتيزاسيون. ركز مليح تعود كونترول دو كاليتي تشيك سلعه ماشي غير مازال ما ماتش، مازال كيما نقولوا دياسين مازال ما لحقش، لا مازال ما لحقش وشحال باقي له. DLC proche, c'est une non-conformité. Mais chez DLC dépassé. Je suis homme DLC, aslan DLU. DLC date limite de consommation. Ou DLU date limite d'utilisation optimale. Quand il y a des produits, les narrés les DLC. DLC qu'on m'a dit à consommer de préférence avant le. خلاص ولا يقول لك افان دو ثم كيعود يدير لك غير الشهر برك، يقول لك في اخر شهر ولا قبل. كاين عندنا دي برودوي وين في الكونسيرفاسيون تاعهم قادر راهم في لي كونديسيون اديكور تو كلش ويت بيريمان بلا ما تفيق. ديول شكون اللي قرا باغ اكزومبل عليه الدي اس تاعو؟ واش تلقى مكتوب في الديول اللي مع اللي قدامه ديول يجيب؟ واش ديول الاسلام؟ ديول يا ياي الخطفه تاع البرك. اللي نديرو به البرك داكور زيد زيد انا عارف واش تقولوا انتوما. هي كش واحد قرا مره، كش واحد قرا مره الدي اس وي على العام وكاين لي برودوي كي تجي باش تشري باغ اكزومبل زي لا يورت، لا يورت تلقى فيه لا دات دو كونسوماسيون وقت حيفضل كيف تلقى فيه لا دات دو كونسوماسيون لا دات دو بيرومسيون. فوالا لا لا نحكي على حاجه دوكا، نحكي على حاجه ان بو سبيسيفيك مش كيف كيف ديال سي هذيك نورمال اي حاجه لازم يكون فيها بيان سور على تيكتاز ديول باغ اكزومبل يكتب لك تحطه في البلوس 3 ان سمان ومن بعد تحطه في الموان 10 3 موا ولا 6 موا. ما شفتوهاش هذه من قبل. كاين بزاف لي برودوي دوريجين انيمال توجور ديول ماهوش دوريجين انيمال. عطيتكم مثال برك اهي يكون ثم الميثود ولا طريقة الحفظ كونسيرفاسيون بهذه الطريقة، تبدل له البلا تبدل له الميثود يكون في لا ريفريجيراسيون ولا في الكونجيلاسيون. هذا البرودوي عنده ان دات ليميت ديتيليزاسيون اوبتيمال، ما عندوش ان دي ال سي، عنده ثم ان دات اودولا ما يوليش صالح للاستعمال. وهو تشوفو ما دهور، ما في حتى ريحة، ما في حتى كولر النورمال، هو تشوف هاو مليح بصح غير صحيح الاستهلاك. شي حبيت سقطتك باردون سقطتك حاجه اون سي كي كونسيرن لو بري بري ديبيتوار باغ اكزومبل. حنا مدينا له سلعه ومشات السلعه ديكا في الطريق بيريمات في الطريق شي با مو فزت بطاطا يورت كسرت حاجه وبداتي كي توصل عند مول الشي عند كليون لونتربريز ولا حانوت ما نعرفش اسكو يرجعها ولا كيفاش تصرا البروتوكول تاع يعاودوه ولا حاجه.
شي حاجة عندك سلعة نو كونفور كوفي جاري با مو كومونيكي باسكو جو مي سون تي بو ان تي بو جيني فهمتكش قلت لك عندي أسئلة نو كونفور باسكو جاري با مو سينكرونيزي بالعقل بقى قلت لك هذه كتعود في الكونترول كتعود ان كونترول دو كاليتي تعود ان كونترولور دو كاليتي ولا تعود في الكونترول دو كاليتي يا سيدي هاد الحوايج راهم فوندامونتال تخدم مع فورنيسور قادر ماهوش سيري وقادر ما على بالوش قادر ماهوش سيري يبعث لك سلعه تاع 2 مليار وتقدر ترجعها له كومبليت ميم حتى باغ اكزومبل خرجت من عند لوزينه كانت سان وفي الطريق لحقت عندي ماهيش كونفورم وقلت لكم لي زاكسيون لي ديسيزيون اللي نخيرهم قبيله ديسيزيون على حساب كونفور نقبلو نو كونفورم حاجه نقدر ناجستيها نقبلها سو ريزيرف لنروتوشيها حاجه ماهيش كونفورم ما نقدرش نقبلها بيريمين نرجعها له ديريكت ندير له رابور دو كونفورميتي ار بي ان سي اللي قلت لكم عليه قبيله وننفورمي وخلاص ونرجع له اني مسني معاه كونطرا مانيش تسمى في لي كلوز تاع لي كونطرا فيها هاد الحوايج هذاك يجي الكونترولور سيبوزون ما كاينش كونترولور تما كي وصلت له السلعه هي السلعه لقاها بيريمي كيفاش شكون كومينيتي حتى يجيو يشوفوا السلعه بلي بيريمي باش هما يرجعوا له الصوار هادو المشاكل اللي صراو كنت ما يعودش عندك كونترول دو كاليتي هادو المشاكل اللي صراو هادو هما لي كونفلي اللي صراو كي ما يعودش عندك كونترول دو كاليتي دوزيام ايتاب رومبلي لا فيش دو كونترول دو مارشانديز كي نكمل هاديك لي ايتاب كامل اللي كنت نحكي عليهم دركا بلوكيت انا راني طابت قلنا عندك ان فيش فيها هادوك لي ايتاب اللي كنا نحكيو عليهم كامل تاع مرحله جو بونس عندي اكزومبل شوفوا معايا هنا عندك باغ اكزومبل هنا هاد الفيش شو يبان كم معايا قربوا شويه لا كان برك اسلام ما بديش راكم تشوفوا المهم هذا الفيش هذا دائما نعمر فيه توجور اي برودوي يدخل لازمو هذا الفيش واش فيه فيه كامل لي زانفورماسيون اللي لا يمتم انا من الكونترول البرودوي واش هو لا تمبيراتور اللي جا فيها كونفورم من ناحيه دي ال سي من ناحيه التيكتاج في لافيون واش عندنا لي ستومبياج باغ اكزومبل applicable مش applicable conform مش conform black color اللي لازمه ولا ما هيش black color يا أخي كاين بزاف لي كولورز على الطومبياج الصغير والكبير مش كيف كيف المهم بوفا ولا اوفا مش كيف كيف عندنا par exemple viande congelée نشوف لي سين كامل اللي فيه اسك كاين لي سين دي ديكونجيلاسيون كاين اون كولور ماهيش نورمال ميم شوفوا كاين واحد الحاجه مهمه كيعود ان برودوي كونجلي لودور تاعو ما تكونش كاينه
كيفاه نعرفوا لازمنا نديكونجليو ونحطوه في البوزيتيف هو يجي في النيجاتيف في لا تمبيراتور نيجاتيف نحطوه في البوزيتيف ونستناو نشوفوا اسكي ديجاجي نودور لا باسكو هاي كاين في لي زيتاب تاع الكونترول دو كاليتي لازمك تيستي الجو الكونسيستونس لا كولور هادو كامل الحوايج لازمك تشوفهم هاي بعدها هي في الديابو بعد يعني ما خليتهاش برك لا كولور الكونسيستونس الجو présence ou absence du corps étranger. Etc. Avec ceci, il y a un rapport de non-conformité d'exercice. Par exemple, هذا الرابور تقريبا لو ميم شوز كيما اللي قبلو راكم تشوفوا فيه تقريبا كيف كيف بس شنو هذا برودوي نو كونفورم هذاك اللي كنت فيه قبل انا برودوي كونفورم هذا نو كونفورم هذا جاني ان برودوي نو كونفورم ايماجيني شنو هي لا نو كونفورميتي اللي جاتني في كي درت لهم البي ان سي هذا جاب لي بلا مشار بلا ريجستور وجاب لي باليت اون بوا حنا لي باليت لازم اون بلاستيك هكا جا الفريغو نتاعو شويه ما يقفلش مليح لي طوشيتي في اي حاجه نتاع فروا حاجه بلا ما نهضروا عليه كان كنت شامبور فروا دو نحلو ولا تخرج تدخل الهواء تدخل ماكش مسبكتي لي نار هذا رجعت البرودوي انا درت له بي ان سي ورجعت وجاب لي جاب لي البيض نروحو للستوكاج stockage déchargement c'est moi la manutention donc qu'elle y arrive ou qu'elle est meilleure c'est moi la manutention et le déchargement des tonneries alimentaires maintenant la méthode FIFO ou FIFO qu'est-ce que tu sais la méthode FIFO first in first out First in, first out. تقعد في في الكونترول دو كاليتي عندك برودوي جاء عنده سمانه وبرودوي جاء اليوم انا راح نخرج البرودوي هذاك سواء ليفري سواء نخدم به واش نخرج نخرج اللي دخل البارح ولا اللي دخل عنده سمانه سي بيان سور راح نخرج اللي دخل القديم سموها first in first out هكا راكم تسمعوا فيا وي اسلام انا معاك لا ميثود فيفو واش